في درس محيط دائرة ومساحة القرص في المستوى الخامس ابتدائي قسمتنا أستاذة إلى مجموعات. مجموعات استخدموا برنامج جيوجبرا ومجموعات استخدموا الدوائر اللي مسبق صوبناهم في المنازل وأحضرنا معنا خيوط. بالنسبة للمجموعات اللي استخدموا الدوائر كان عليهم ملء هذا الجدول أولا بحساب المحيط بواسطة الخيط والمسطرة وتسجيل الجواب المحصل عليه وتسجيل القطر وكان عليهم قسمة المحيط على القطر بالنسبة لكل دائرة مختلفة. وبالنسبة للمجموعات اللي استخدموا البرنامج جيوجبرا كانت عندهم دائرة بمتغير اللي هو الشعاع وكيعطيهم هذا البرنامج محيط بشكل دقيق وكيسجلوا النتيجة في نفس الجدول اللي وريتكم سابقا. وبعد ما تقسمت المجموعات الجداول على السبورة لاحظنا أن قسمة المحيط على القطر يعطينا دائما قيم متقاربة وبالتالي تعرفنا على مفهوم جديد وهو القيمة بي. وما أثار انتباهنا أن المجموعات التي استخدمت برنامج جيوجبرا كانت نتائجها أكثر دقة من المجموعات التي استخدمت الخيوط.